يبدو انه سمعت والله اعلم صحيحه ولا لا انه بعض الجماهير التونسيه يمكن ترحيلها باعتبار تم 20 كرسي تكسروا في الملعب. لو الكلام هذا صحيح احنا تعلمنا انه كيف بدا عند الانسان فرح حتى كي يجي جزائر يغلط يكون عنده رحابه صدر، وبالتالي نحن نعول على رحابه صدر السلطات العليا القطريه لكي لا يتم ترحيل هالتونسيين 10 ولا 20 ربما اللي من كثره الاندفاع وهك الفرحه نتاع الاندفاع كسرت بعض الكراسي. وحتى كان ثم قانون، هي دولة قطر مش في حاجة لا اتحاد تونسي لا أي اتحاد باش يقوم تعويض، لكن لو ثم قانون في مأزق مع الوقت يجبر أي تعويض لا قدر الله ممكن، احنا نعتبره احنا لا نتكلم باسم الدولة التونسية ولكن طيب. احنا سفير رياضي لتونس وبالتالي مش نعاولوا على رحابة صدر الجميع.